مرحبا، يتجدد لقائنا وياكم هالأسبوع في حلقة جديدة من أبعاد ثقافية. حلقتنا اليوم متنوعة وثرية، بنحلق فيها معاكم في فضاء الثقافة وبننقل لكم فيها أنواع مختلفة من المواضيع والفعاليات اللي تهتم بخدمة وتفعيل رسالة الثقافة في المجتمع، وبنلتقي بالعديد من الوجوه الثقافية المحلية وبنسلط الضوء على تجاربهم الإبداعية الجميلة، وبنطرح أسئلة عميقة نفتح لكم آفاق وأبعاد ثقافية جديدة. خلكم ويانا. معرض فني متنوع بعنوان إيفا 2 أقيم بالتزامن مع موسم دبي الفني، يضم هذا المعرض العديد من اللوحات التي تعنى بشأن المرأة. لنتابع. يحتفي العالم بالمرأة أماً وأختاً وقلباً يفيض بمشاعر الحب، وتحتضن دبي معارض الفن التي تنقل صورة المرأة وهمومها وجمالها ورؤيتها للحياة. معرض حواء الثاني في أرت بالاس جاليري في دبي، والذي تزامن مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي في 8 مارس، جاء معبرا عن الأبعاد الجمالية التي تنقل صوت المرأة وصورتها بأعمال فنية ولوحات حاولت نقل نبض المرأة وتقريب عالمها الساحر إلى المشاهد. ومن لوحة إلى أخرى كانت صورة المرأة تتغير في كل مرة، لكن جوهر روحها كان واحداً. في البداية حقيقة نحن في هيئة دبي للثقافة والفنون نشجع هذه النوعية من المعارض والمسابقات. معرض هذا اللي نحن نشوفه في أرت بلاس جاليري هو عبارة عن مسابقة حقيقة، مسابقة لمجموعة من الفنانين سواء كانوا متقدمين في مرحلة متقدمة أو مرحلة مبتدئة. في الحالتين هؤلاء الفنانين هم من يعني سكان دبي، وكنا يعلم جيدا أن يعني أن دبي تحتضن الكثير من الطاقات، الكثير من الأفكار، الكثير من الإبداعات المختلفة، ودائما نحن نبحث عن يعني المنصة التي تجمع كل هذه الإبداعات في مكان واحد. جاءت مسابقة حواء وفي دورتها الثانية حواء 2 أو إيفا 2 لتجمع هذه الأفكار كلها في مكان واحد. طبعا تنطلق دائما فعاليات هذه المسابقة من اليوم العالمي للمرأة وتستمر. اليوم نحن في اليوم الختام، ويوم حقيقة اللي هو يعني نعطي الفائزين أو المتميزين. بالنسبة لنا نحن كمتخصصين في مجال الفنون الكل فائز، الكل متميز، لكن من هو الأكثر تميزا؟ طبعا بفكرة، بأفكارة، بالفن الذي يعكس واقع المجتمع. التعبير عن عالم المرأة وما تمثله من رمزية عالية في وجودنا أمر يستحق الوقوف عنده طويلا. والفنون التشكيلية على مدى تاريخها اتخذت من المرأة موضوعاً جمالياً على الدوام، واستطاعت ريشة الفنان أن تنقل بلمسات شاعرية مواضيع المرأة، صرختها في ساعة اليأس، معاناتها من أجل حياة كريمة، حبها للجمال وللطبيعة، وانجذابها الدائم للحلم بحياة أجمل وأبهى. بداية أوجه تحية لكل النساء العالم، تحية لكل أم مضت ولكل أم ما زالت وستكون. هذه الاحتفالية إيفا 2 عملنا المعرض بمناسبة يوم المرأة العالمي، وهذه للسنة الثانية دا نعمل المعرض تثمينا لدور المرأة. وبصراحة احنا دعما للفنانات الشابات والمتنوع، المعرض مختلف الأعمار ومن مختلف الجنسيات. الموضوع كان هو بمناسبة يوم المرأة العالمي. في مسابقة بهذا المعرض، 3 جوائز للفنانين أعمالهم المتميزة الفائزين،
وإحنا دائما نطلع أنه نرتقي بالفن والفنانين لكي نعود الناس لإمتعنا ذائقتهم البصرية وذائقتهم الجمالية، ودائما إن شاء الله نقدم الأفضل والأفضل. يبقى الفن الصوت الأكثر تعبيرا عن المرأة، وتبقى اللوحة المساحة البيضاء التي تتسع للتعبير عن مشاعر حواء وجمالها الأخاذ، لأن المرأة هي ريشة جناح الحرية، وهي الأفق المفتوح على الأمنيات والأحلام والمحبة. الصداقة هو موضوع جلسة فعالية مسرد اللي تنظمها جماعة نون الندوة، وتتم فيها مشاركة الحضور حكاياتهم من خلال سلسلة جلسات بمواضيع مختلفة. موضوع الصداقة يتضمن الكثير من الجوانب، منها صداقة الصدفة، صداقة الكتب، صداقة الفن، وكل الأشياء اللي تحتفي بالروابط العميقة. لنتابع. هو إبحار في عالم المشاعر الإنسانية النبيلة، وقصص اجتماعية ملهمة، قصص منها حزين ومنها سعيد. إنها قصص الصداقة. الصداقة بمفهومها الواسع كانت محور مسرد اللقاء الشهري الذي تنظمه اللجنة الشبابية في ندوة الثقافة والعلوم نون، فكانت للمشاركين حكايات جميلة تشاركنا فيها العاطفة والمشاعر. اليوم فعاليتنا اسمها المسرد، وهي فعالية قصصية ارتجالية تابعة نحن منظمينها، هي مجموعة نون اللي هي تابعة للجنة الثقافية في ندوة الثقافة والعلوم. القسم الفعالية التواصل الاجتماعي والتواصل الإنساني بين الأشخاص. قصد منها أن نحصل أشخاص نقدر يقدرون يعبرون عن أنفسهم بالكلام بالحديث، ويعبرون عن قصص حميمية حصلت لهم، والقصد منها أن تكون ارتجالية حميمية قريبة من القلب، وأن نتواصلون بالأشخاص اللي هم المتفاعلين اللي وياهم والمتلقين لهم، وهم يكون عندهم طريقة للتعبير. طبعا أول مرة أشترك في شيء مثل هذا، شيء جميل جدا، لأنه يتكلم عن شيء يتطرف لشيء أنه موجود في حياتنا اليومية، بس شو تعلمنا منه وشو يعني الإكسبيرينس اللي خضناه في التوبيك هذا واللي هو الصداقة. فأنا اليوم بتكلم عن الصداقة في مجال الأعمال في البزنس، وكيف الواحد يحط له حدود، وكيف يتعلم، وكيف هالأشياء كلها، لأن حاليا الشباب قاموا يدخلون في مجال البزنس وايد، مثل الأساميز والستارتابس يعني، فأكيد في بعضهم تشاركوا مع أصدقائهم، فكيف تكون هاي الشراكة إنه سيف من ناحية الصداقة، نخليها صداقة وشغل نخليه شغل. فمن خبرتي أنا بتكلم عن الشيء هذا. طبعا هو محور يعني سردي ثقافي، لكن بما أن يعني الثقافة هي رافد لل يعني للجانب السينمائي، تغذي الجانب السينمائي، فبالتالي أيضا التجارب الشخصية أو الأشياء اللي هي يعني متعلقة بالشخص أو صانع الفيلم أو الفنان تأثر على يعني الشيء اللي بيطلع في الصورة السينمائية، فبالتالي هذه يعني اليوم نحن ما بنعرض أفلام ولا شيء، لكن بنذكر أحد هاي التجارب الشخصية يعني اللي هي أثرت يعني في الإنتاجات السينمائية والتصوير يعني. ضمن الأحاديث الملهمة حول الصداقة وتجارب المتحدثين فيها، كان هنالك معرض مصغر يضم صورا لمجموعة من الأصدقاء استمرت صداقتهم لسنوات. علي الشريف يحدثنا حول هذا المعرض. معرض سميناه معرض الأصدقاء، هاي من مجموعتي الخاصة، أنا مجمع الصور قديمة ونيجاتيفات قديمة، وفكرت أني أسوي المعرض عن الصداقات القديمة كيف كانت مترابطة، وهذه المجموعة الأصدقاء كانوا من سنة 1930 ل 1940 كانوا يتجولون في مصر خلال 10 سنوات من الثانوية العامة لما تخرجوا في الجامعة. فكرت ان ندخل فعاليه مسرد ضمن معرض الاصدقاء عشان الناس تتكلم عن تجاربها بالصداقات ومع تجارب الاصدقاء اللي هم في المعرض.
لم تنتهي قصص الصداقة ولن تنتهي حكايات البشر، منها ما هو إيجابي فوق العادة ومنها ما هو مؤلم، لكنه ألم نتعلم منه، منها وهو يعكس صورة أرواحنا وحالتنا النفسية. انتهت جلسة مسرد، لكن قصصها بالتأكيد ستحدث في النفس تغييراً وأثراً. لابد أن يكون هذا الأثر جميلاً كجمال هذا اللقاء. كنز تاريخي وقصة حضارة ضربت بجذورها في عمق التاريخ تم اكتشافها في منطقة مليحة في الشارقة، حيث تشير المكتشفات الأثرية هناك إلى العصور والحقب الزمنية المختلفة التي ساهم فيها الإنسان الإماراتي من خلال تواصله مع الحضارات الإنسانية آنذاك. خلونا نتابع هذا التقرير اللي جهزه فريق عمل أبعاد ثقافية. عودة بالزمن إلى ما قبل 7000 سنة، هنا حيث عاش الناس في منطقة المليحة وتركوا آثاراً تدل على حياتهم وأنشطتهم، قصص وصور تحكي عن الإنسان الذي استوطن هذه الأرض منذ آلاف السنين، منذ أن تطأ قدميك أرضها لأول مرة حتى يعود بك الزمن إلى الماضي لتكتشف العديد من الأجيال التي استوطنت هذه المنطقة وتعاقبت عليها خلال حقب زمنية عديدة، بدءا من العصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث والعصر البرونزي والعصر الحديدي والعصر الجاهلي وصولا إلى العصور الإسلامية الحديثة. موقع مليحة الأثري في الشارقة الذي تم تطويره وترميمه مؤخراً بالإضافة إلى إنشاء مركز مليحة للآثار الذي يشرح تفاصيل البشر الذين استوطنوا هذه المنطقة وعاشوا فيها والعصور والحضارات المتعاقبة على هذه المنطقة التاريخية. تم بناء مركز مليحة للآثار بتوجيهات من سمو الحاكم لكشف وإبراز الأهمية الأثرية والتاريخية لمنطقة مليحة، فوجه صاحب السمو ببناء هذا المركز حول مدفن أم النار اللي موجود في المركز لعرض كثير من المكتشفات، وهذه المكتشفات راح تجدد كل ما يتم اكتشاف شيء جديد إن شاء الله فيها، وبعدين تكون سهولة زيارة زوار المركز إلى المواقع الأثرية اللي موجودة بالإضافة إلى الطبيعة المحيطة بمليحة، بينما في المتحف في الشارقة تبعد المنطقة شوي عن المتحف. يعتبر موقع مليحة الأثري موقعاً فريداً تشاهد فيه الآثار للأضرحة والقبور وبقايا المنازل عن كثب، فهو ليس مجرد متحف وإنما يضم موقع مليحة الأثري عدة معالم تاريخية متنوعة، أبرزها ضريح أم النار، بيت المزرعة، وغرف الدفن والأضرحة التي تعود إلى العصر البرونزي. إن التراث التاريخي لمليحة كما هو بالنسبة لأي موقع أثري في العالم يعتمد في بقائه ليس على الترميم والعناية الهندسية فحسب، بل أيضا على اهتمام الناس وشغفهم لاكتشاف كنوز دولتهم والتعرف على شموخ وعظمة تاريخهم وعلى جهودهم في زرع هذه القيم في نفوس أبنائنا من أجل الحفاظ على الهوية الإماراتية وضمان استمرارها وتطورها وتحفيزهم على الاهتمام بحكاية مليحة التي تروي قصة حضارة ضربت بجذورها في عمق التاريخ إلى قبل